الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. سبحان الله. وما يخفى الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء فألهمها فجورها وتقواها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد تھے جناب قاری ارباب سکندر صاحب اور فیصل عباس تشریف لائے تھے. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں